مرحبا واهلا وسهلا فيكم بقناتي دينا's Kitchen. طبعا مثل ما شايفين بعنوان الفيديو اليوم انا بدي اورجيكم كيف بتنعمل الخشخش. الحلو تسمى باسم الخشخش لانه لما بناكله بنعمل خشخش ممكن، بس حبيت اني اعمل منشن للدكتورة خلود. طبعا هي كانت وراء انشهار هذا الحلو، بنوجه لها تحية للدكتورة خلود من الكويت. هلأ بدي ورجيكم شو بينحط بالخشخش وشو هي الشغلات اللي راح تعتازوها. اول شي راح نحتاج لعلبتين حليب مكثف. طبعا هذا الحليب بيجي حلو، يعني ما راح نحتاج نضيف سكر. طبعا انا بدي اكتب كل علبة كم جرام كانت. وراح نحتاج لظرفين ويبت كريم، طبعا هذا بيجي بودرة. وهون عندي كمان كريم كارميل، هذا بيجي جاهز. وجوات العلبة بيجي هون المخلوط تبع الكريم كارميل وهذا السكر اللي بينحط تحته. انا ما رح استعمل هذا، انا بس بدي اخذ من الباكيت هذا الظرف، وطبعا بدي استعمل ظرفين. بدي اخلطهم هيك مع بعض شوي. وهلأ بدي اضيف جبنة الكيري. طبعا انتو بتقدروا تستبدلوا جبنة الكيري باي جبنة هيك بتيجي كريمي شوي، كتير حلو دسم. هون بدي اضيف مكعبين او مربعين. وبعدين بدي اضيف قشطة، وكمان بدي اضيف علبتين من القشطة. انتو بتقدروا تستعملوا القشطة اللي بدكن اياها ما بيأثر. اوكي هلا بدنا نحط القشطة كمان. وهيك بعد ما خفقت المزيج مثل ما قلت لكم هيك طلع عندي القوام. هيك لازم يكون، ما يكون كتير سميك. وانا بدي احطه بهذا صحن التقديم، انتو بتقدروا تحطوه باي صحن بدكم اياه. طبعا هون رح نحتاج لبسكوت، انا اخترت بسكوت مملح شوي. طبعا ما رح تذوقوا طعم الملح ابدا لانه في كتير حلا مثل ما حكيت. هذا هو. هون راح نحتاج حليب لحتى نغمس البسكوت فيه، وكمان راح احتاج نوتيلا. طبعا هي اختيارية، انا بدي اضيفها بالاخير. وراح نحتاج لشعرية باكستانية كمان. هون انا كسرتها وحمصتها شوي لمدة 5 دقائق. خلينا نبلش. أول شي راح أضيف شوية من المزيج. راح ناخذ البسكوت ونغمسه بالحليب. طبعا بتقدروا تلبسوا كفوف بهي المرحلة، أنا غسلت إيدي مثل ما بدكم.
كمان راح نحط من المزيج ونغطي البسكوت. وهلا بدنا نحط طبقة من الشعرية، وهي كمان اختيارية، إذا ما بدكم تحطوها بتقدروا بس تحطوها على الوش. عندي كيس ثاني هون بدي استخدمه، بس هيك المكسرة، وبدي حمصها لمدة 5 دقايق شوي على النار بدون زيت وبدون أي شيء. وهي حمصت الشعرية وخلصت مثل ما قلت لكم 5 دقايق بس. بدي استنى شي 5 دقايق مشان تبرد شوي. هي هيك خلصت، بدي اضيف شوية من الشعيرية هون، ما بدي اضيفها كلها لانه هلأ بدي خلي هذا طبق الحلو بالبراد لحتى يبرد شوي. يفضل انه تحطوه ليوم كامل، بس انا بدي خليه لعدة ساعات وبعدين بورجيكم كيف طلع معي. هي بعد ما خليت الحلو يبرد بالبراد لعدة ساعات، ومثل ما قلت لكم فيكم تحطوه يوم كامل. بدي اضيف بقية الشعيرية هون، حط النوتيلا. طبعا انا ما فيني اكل قطعة كبيرة هيك، بدي اخذ قطعة صغيرة. لازم تجربوها، ما شفتوا وصفة سهلة وسريعة كتير، ما بتحتاج انكم تحطوها بالفرن، وطبعا لذيذة جدا. بتمنى انكم تجربوها، وما تنسوا تعملوا اشتراك لصفحتي وتضغطوا على زر الجرس ليصلكم كل جديد. بشوفكم فيديو تاني.